يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيارة النساء إلى القبور مع المحرم وفي أوقات متباعدة في السنة؟ ما هو الكلام على المحرم، كلام على أن زيارة المرأة للقبور ما يجوز. إذا سافرت لزيارة القبور السفر حرام، ما يقال أنها لصار معها محرم يحل، لا ما يجوز، هذا سفر باطل ولا يجوز. حتى الرجل ما يجوز ليسافر لزيارة القبور، ما يجوز للرجل يسافر لزيارة قبر، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم.